برشا حاجات اساسيه اللي تفقدت، كيما الحليب كيما الزيت كيما السميد كيما الفرينه. ولينا توا في وضعيه، سامحني باش نقول لك وضعيه صعيبه شويه، باش ما نقولش معناتها كلمه اخرى، اما وضعيه صعيبه على الاخر. فما عباد راهو تخدم على الحظيره اللي ياخذوا في 200 و 250 دينار، هذوك ما بكل صدق معناتها شيء بوان دانتوريغاسيون. ولينا نشوفوا في عباد تاكل من الزبله، حتى ال 50 دينار ما عادش تقضي، تلكيلو الحم ب 40 دينار. كانت القلبه اللي هي معناتها تقدر ب 10 رواتل، كنا ناخذوا فيها ب 17 دينار، معناتها القلبه اللي هي 10 رواتل، معناتها ليترا ب 1700. توا معناتها الليترا زيت ليترا 25 دينار، وان شاء الله تلقاها باهية. انا نقري في فنون الخط العربي، رسام وخطاط. الغرام يوصل في كل شيء، اذا كان انت معناتها انسان مغروم بحاجة وتحبها راك توصل. سينمائي، فهمت، مثلت في اكثر من 30 فيلم. نحكيوا على معيشة التونسي، التونسي قداش لازمه فلوس باش ينجم يوفر كل مستلزمات دارو؟ والله قبل كنا معناتها بأبسط معناتها الأشياء كنا عايشين، توا ولات تغيرت من خاصة من وقت الثورة. من وقت الثورة كل يوم معناتها نشوفوا في ارتفاع الأسعار، خاصة معناتها المواد الأساسية اللي تفقدت كيما الحليب كيما الزيت كيما السميد كيما الفرينة كيما برشا حاجات أساسية اللي تفقدت. ولينا نشدوا في الصف، ولينا الحاجات اللي كنا نشوفوا فيها مقبل في الغرب وكنا باهتين معناتها في العباد اللي كانت معناتها عندها تضخم مالي وعندها معناتها الاقتصاد متاعها معناتها خايب. ولينا توا في وضعيه، سامحني باش نقول لك وضعيه صعيبه شويه، باش ما نقولش معناتها كلمه اخرى، اما وضعيه صعيبه على الاخر. فهمنا؟ نشوفوا في برشا مواطنين يخلصوا في 700 وفي 800 دينار، يندرى هذا ينجم يكفيهم والا لا؟ والله في الوقت نتا توا صعيب شويه، كما تعرف معناتها توا ولات العباد اللي لبس عليه يقول لك ما عادش خالط، فما بالك اللي يصور في 800 ويصور. فما عباد راهو تخدم على الحظيره اللي ياخذوا في 200 و 250 دينار، هذوك ما بكل صدق معناتها شيء بوان دانتوريغاسيون، معناتها شيء غريب، ما نعرفوش كيفاش هذوك ما عايشين. ولينا نشوفوا في عباد تاكل من الزبله، سامحني معناتها يعني العباد اللي عمرك مريت ولا يلقط في الدبابس ولا يلوجوا في الزبله ولا يستناو في السوق الاسبوعيه وفي السوق معناتها في اخر سوق باش يلقطوا كل معناتها الخضره الفاضله معناتها وكثره معناتها السرايق كثره الخطفه كثره معناتها الكل، وهذا في غلب معناتها السبب هو غلاء المعيشه. بي انت حسب رايك كي تهبط للسوق وتسقفتك قداش لازمك فلوس باش تروح بها مليانه؟ بون قبل كنا ب 10000 فرنك تعبي معناتها القفه نتاعك تعبيها من كل شيء، و 10000 فرنك نقولوا الحم ولا حوت ولا توا، ال 10000 فرنك ما عادش تعبي لك حتى اشتر قف، تحب لك اقل شيء يجي 50 دينار باش تاخو انت معناتها القفه نتاعك وتاخو معاها شويه الحم، هذا اذا كان معناتها كفايه ال 50. نجم تزيد عليها الخمسين؟ والله أكثر، هي نورمال ما أكثر، أما والله معناتها حتى الخمسين دينار ما عادش تقضي، تلكيلو الحم ب 40 دينار. الحوت ما نحكيوش عليه، احنا إذا كان ندخلوا للسوق ونلقى وما نلقاوش السردينة ولا نلقاو كالبوكا اللي كانت بدينار و 500 نقولوا ما فماش حوت، والمارشي معبي بالحوت. شكون يقدر عليه؟ يقدر عليه كي اللي لبس عليه. هذاك هو معناتها الوضعيه صعيبه برشا ولات معناتها، وان شاء الله ما ان شاء الله ربي ان شاء الله يبدل السوايع بخير. انت قداش تصرف في الشهر؟ والله ما نعرفش بالتقريب. بالنسبه لي انا نخدم معناتها خدمه حره وحدي، انا معناتها ارتيست، نخدم معناتها كل مره وكيفاش، ونمشي كل مره ناكل بالباهي، مره ناكل معناتها حاجه متوسطه، على خاطر تربيت انا معناتها باللي فما ناكل. فهمنا؟ ولادي لا، ولادي تشرطوا ياسر، يحبوا كل حاجه شايحه ويحبوا كل المقلوب ويحبوا البيتزا ويحبوا كذا،
اما راني قاعد نجبر فيهم حتى يظل ياكل ياكل في حاجه من فوق من قلبه. فهمنا؟ احنا استنسنا بالحاجه الجاريه وقت البرد، وقت اللي ما عندناش معناتها ماكله، صب طري في زيت، ولو انه زيت توا ما عادش نقدروا عليه، توا ب 25 دينار لتر زيت. فهمت؟ اللي في وقت اللي كانت القلبه اللي هي معناتها تقدر ب 10 رواتل، كنا ناخذوا فيها ب 17 دينار. معناتها القلبه اللي هي 10 رواتل، معناتها لتر ب 17 100. توا معناتها الليتر زيت ليتر ب 25 دينار، وان شاء الله تلقاها باهية ومعناتها وصحيحة، معناتها مش مغشوش. كنت قلت لنا اللي انت ارتيست. ارتيست اي، شو نوع الفن اللي تقدمه؟ انا نقري في فنون الخط العربي، رسام وخطاط. وين تقاري فيهم هذوما؟ انا في راس جبل، في بنزرت، من ولاية بنزرت معناتها. بنزرت اي. ونشت مع جروب فوليزار، هذوما معناتها رسامين من كامل الجمهورية، ديما معناتها أنشطتنا معناتها متنوعة، ديما في كل مرة في بلاصة رسام وخطاط، ونقري معناتها فنون الخط العربي بجميع أنواعه. معناتها كيف جاك الغرام تاع الخط العربي؟ والله لا نعرف. والله لا نعرف، ملي تخلقت نعرف روحي مغروم وشرشيت، وديما معناتها التمارين وديما نشرشي. الغرام يوصل في كل شيء، اذا كان انت معناتها انسان مغروم بحاجه وتحبها راك توصل. معناتها انا كنت نقري، معناتها نقري بالقصب، معناتها وجميع الخطوط العربيه الكل ندرسهم، نكتبهم وندرسهم. من الاول لقيت صعوبات في الغرام نتاعك ولا؟ والله عادي، معناتها معناتها هي شنية، هي إذا كان عرفت الـ 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 الطريقة والقواعد تولي معناتها يعني كل مرة تتعلم خط حتى تتعلمهم كل الخطوط معناتها العربية الكل نكتبهم وندرسهم. عندي أساتذة، عندي معلمين، عندي معناتها تصور نجم نوريك، معناتها عندي تصور نجم نوريك معناتها في التليفون. والحمد لله الحمد لله. بي كيفاش اول ما بديت هكا الغرام وقررت انك انت باش تدهن المهنه هذه؟ هكي انت توا تخدم بروف هكا ولا هكاك؟ كيفاش لقيت اقبال من داركم انك باش تولي فنان في الخط؟ من الاول بابا الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين دخل الدار يلقى من مشى للجامع يسمع في الامام قال وراه حرام تصور في الدار وحرام اللي يصور وكذا، لوح لي كتصور الكل، معناتها نحاها من البيت نتاعنا ولوحها. يا بابا علاش؟ قال لي راهو معناتها راهو حرام، ودي راهو معناتها راهو فما فرق بين كذا وبين كذا، راني انا متشبث بالواحد ما نعملش في المحرمات، انا تربيت معناتها راني انسان معناتها في عائله محافظه وكذا، ونعرفوا الحرام ونعرفوا الحلال. تبقينا وصلت انا في الشيء هذاك في الرسم في الخط العربي بشويه بشويه حتى لين لقيت روحي معناتها يعني، وانا عندي مبدا ما فماش حاجه قدامي نقول هذه معناتها صعيبه. حتى في تلامذتي سواء الاساتذه ولا حتى الصغار ديما نقول لهم قبل كل شيء كي تجي تبدا انت باش تتعلم معايا راهو عندنا مبدا معناتها ونظام في المجموعة متاعنا، عمرك ولا تقول هذه مسيو حاجة ما نجمهاش، راك تنجم كل شيء، إذا كان حاجة تحب تتحداها راك توصل لها. فهمت؟ شوية تركيز، شوية كونسنتراسيون، فهمت؟ وتتعلم معناتها بتدرج الأنواع متاع الخطوط، راك تولي تعرف كل شيء، معناتها ما حاجة سامبل. في الظاهر بالنسبة اللي ما يعرفش يراها حاجة كبيرة وكذا، أنا جميع الخطوط ونكتبهم وكل معناتها تقاطع وتشابك الحروف كل ايات كل داخلين بعضهم اللي عباد اخرين ما نجموش يكتبوهم ما نجموش يقراهم، انا نقراهم لك ونكتبهم كيفي انا كي تلمثي كيف كيف. هذا ابداع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وديما رانا نتعلموا راهو ديما نقولوا مازلنا نتعلموا مازلنا معناتها والحمد لله موهبه وراني ما قريتش برشا راهو
فما حاجتين ما نحبش نقول على عمري وما نحبش نقول على الـ على الـ على الواحد. نورمال ما تاويك تقول لنا انت شنو قريت لوين حد فينا قريت باش نعطيو نبذه ونعطيو شحنه ايجابيه للشباب نتاع تو. انا مره خدمت معناتها دي لوجو نتاع شركه معروفه شركه كبيره فهمت، والتوا اللوجو هذاك موجود في الشركه ويستعملوا فيه من اللي هو من تصميمي انا، لكن وقت اللي جيت قلت لهم راني انا معناتها في سياق الحديث قلت لهم راني انا راني ما قريتش راني معناتها النيفو نتاعي كذا وكذا، حقروني ومشاو عطاو معناتها الخدمه عطاوها العباد اللي قاريه في بوزار وقاريه في الواحد. على هذاك انا راني ما نحبش نقول على عمر فهمت، وما نحبش نقول على النيفو نتاعي ليك الحريه. على كل حال انا النيفو نتاعي سيزيام اني بريمير. سيزيام اني بريمير نتاع قبل الباك نتاع تو نشوفوا هكا. صحيح صحيح انا توا معناتها برشا اللي يجوني من ليكول دو بوزار معناتها ياخذوا من عندي في برشا حاجات، وفما فما حتى اولادي ساعات معناتها نقول لهم انا نقول لهم معناتها القرايه اللي كنا نقراو فيها قبل راهو معناتها يعني فرق بعيد بين قبل بين توا، وديما نصلح لهم في برشا حاجات. اكثر حاجه كتبتها وقعدت في بالك؟ والله برشا حاجات، انا مخضرم، انا راني سينمائي فهمت، مثلت في اكثر من 30 فيلم في معناتها في الواحد في معناتها مع تونس تونس نصطاد بالطراحه معناتها في الحوت نصطاد نكتب الخط العربي نقري في الخط العربي معناتها متعدد المواهب. متعدد المواهب شنو مثلا الافلام اللي مثلت فيها؟ اخر فيلم توا اللي كنا نصوره فيه هو معاوية ابن أبي معاوية ابن أبي سفيان هكا معاوية ابن أبي سفيان صارت عليه مشكلة هذية معناتها تصور أفلام تاريخية. لا مش تاريخية برك أيام مليحة توا قاعدين يعديوا فيه صورت فيه صورت في لابورتا ديل فانت وصورت في باريا صورت في نغم الناعورة صورت في فيلم السيدة صورت في نواصي وعتب برشا برشا نقعد نسمي لك برشا افلام. معناتها معنا اليوم نحن شخصية معروفة في تونس نورمال ما والله بصدفة معناتها تلاقينا كهوا مثلا ويا محاسن الصدف والله ان شاء الله. على كل حال انتم ربما في مقام ولادي فهمت، انا عمري انا معناتها يعني عمري فوق الخمسين وعندي ولدي توا معناتها 25 سنه هذا زوز ولاد عندي طول العمر ربي يبارك لك.